من الأطفال جراء حوادث الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة في اليمن. لم تعد حصرا على مناطق المواجهات المسلحة، ولكنها انتقلت الآن إلى المدارس وإلى المنازل. بيان لليونيسف تحدث عن مقتل 13 طفلا على الأقل في الأشهر الأولى من العام الحالي، وإصابة مثلهم تقريبا بعاهات مستديمة جراء انفجار ألغام أرضية خلفتها حلقات من الصراع شهدتها اليمن على مدى العقود الماضية. أرقام الضحايا وبحسب المنظمة تركزت في مناطق مثل أبين وعدن، وإضافة إلى لحج وحجة والعاصمة صنعاء، فيما يتحدث مسؤولون يمنيون على أن مساحة المناطق التي زرعت فيها الألغام في اليمن بلغت نحو 923 مليون متر مربع، هذا على الألغام والذخائر التي زرعت وتركت منذ العام 2010 وحتى العام الحالي. هذا الواقع يترك الباب مفتوحا لوقوع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الأطفال جراء القاتل الأعمى، وسط دعوات أطلقها عدد من الأخصائيين تؤكد على ضرورة نشر الوعي بين الأطفال ومخاطر الألغام التي لم تسلم منها حتى المدارس. الألغام في اليمن تم زرعها على 3 مراحل، الأولى مرحلة الثورة بين عامي 62 وحتى 67، أما المرحلة الثانية فكانت بين العامين 79 و83، وذلك خلال الصراع بين شطري اليمن. أما المرحلة الثالثة فكانت في عام 94 وقت الحرب مع الانفصاليين.